هاي بالقرود. هذا قاعد واثق من نفسه يعني. ليه؟ واثق كتير كتير من نفسه. وانا اللي عم ياكل خبز. منظر فظيع. يلا يلا باي باي. هاي حبايبي يسعد لي اياكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم باسئله جديده. كثير من الناس بتشكي من الامساك. يا الله على الامساك، حكينا كثير على الامساك. مو حكينا كثير على الامساك؟ حكينا كثير على الامساك. ادخلوا على قناتي في اليوتيوب وتابعوا النظام الغذائي، مئات الفيديوهات موجوده مشان بس تتابعوا حياتكم بنظام، نومكم بنظام، مشان تستفيدوا من الهرمونات ليلا نهارا. امتى الهرمونات تستفيدوا فيها مشان تعملوا استرخاء، وامتى الهرمونات تستفيدوا منها وانتم تفيدوها. ترى الهرمونات بتعطيكم لما انتم بتعطوها بشي فوائد. انتم بتحافظوا على صحتكم، على نومكم، على نظام غذائكم، على اكلكم، طريقه اكلكم. اوكي، هلا اول شغله انا بدي اقول لكم كيف نبعد الامساك عنا تماما. كل واحد ما بيمضغ الاكل، في ناس بتاكل بلع، يلا بلع، يلا يلا، هذا امساك. امساك لازم نمضغ الاكل تماما، هي شغله كثير مهمه. مو بس ناكل ونبلع، نمضغ الاكل نوصلها على اسناننا كلياتها بقلب نيرتنا من فوق، يعني عدو كله من قلبكم، ضلوا عم تعلكوا تعلكوا اللقمه، يعني مو شرط. بعدين بيخفف الوزن، كتر العلك والمضغ مزبوط بيخفف لكم وزنكم، بيقلل اكلكم. شرب المي، تاني سبب شرب المي. قديش وزنك لازم تشرب مي. يعني انتوا تخيلوا اللحمه اللي انتوا بتقعدوا تطبخوها، اذا مليتوا الطنجره بتطفوا، اذا قصرتوا المويه بالطنجره بتنحرق اللحمه. مشان هيك لازم نشرب مويه على قد وزن جسمنا. قديش المويه اللي بنشربها بتعطينا ليونه بالبراز اللي بده يخرج. الخل، الخل كتير كتير مفيد مشان ما يصير معنا امساك، لانه بكتر الحموضه اللي بالمعده، والحموضه بالمعده هي اللي بتفتفت المأكولات وبتخليها طريه، ما بتخليها قاسيه، بيسهل خروج البراز. الخل كتير مفيد، ساووه ببيوتكم، كتير كتير مفيد وسهل جدا جدا. كل واحد معه مرارة وعنده مشاكل المرارة أو البحصة بيصير معه إمساك، هذا أمر طبيعي. كل واحد عنده الغدة الدرقية كمان بيصير معه إمساك. ترى الإمساك مو بس من شغلة هيك واحدة، من شغلة هيك صغيرة نقول والله الإمساك لإني اليوم أكلت كذا، مو بيوم وليلة. اليوم ما شربتي ماي بيصير معك إمساك. هاللي معه أوجاع الغدة الدرقية بيصير معه أمساك. هاي كتير كويس كنت تنتبهوا لها، مشان هيك لحنا حنعالج الغدة الدرقية. لحين اللي عنده غدة درقية بيعالج الغدة الدرقية بينتهى عنده الأمساك. لازم نكتر الألياف بأكلنا مثل البقدونس، الكرافس، عندكم الخضروات، جميع الخضروات مثل الجرجير ممتاز. الحبوب كتروا، جيبوا الشيا، جيبوا الكتان، الرشاد، هذا كلياته بجنن. بس هاللي معه الغدة الدرقية لا يقرب على الرشاد. ودائما أنا بقولكم هاللي معه الغدة الدرقية لا يقرب على الرشاد، ممنوعة. أوكي. أنت من وين طلعتي؟ هاي أنا ريتاج، ملكة الجمال. ملكة الجمال ما شاء الله. كلوا دهون، لا حدا يضحك عليكم ويقولوا لكم الدهون غير مفيدة. الدهون ممتازة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدهون منجيب اللية ونقدر نعالج فيها عرق النساء ونقدر نعالج فيها أمراض كتير. وأنا هعلمكم عليها إن شاء الله، بس أنا بحب سنام الجمل كتير لأنه ما في أشياء مؤذية أبدا. الخروف حلوة الدهنيات، بس إذا الواحد في عنده أمراض معينة ما بينفع ياخد كتير من الدهون، بس نقدر نعملها سمنة أو ناكل زبدة البقر. كتروا من زبدة البقر، كتير كتير ممتازة، وأنا بدي أعلمكم كيف تساوي زبدة البقر وكيف تصير صحية وعضوية بإذن الله. إن شاء الله استنوني الفيديو اللي بعد هذا، رح نزلكم كيف نعمل السمن البلدي في البيت وبإيدك وتتغذي منه وتغذي أولادك منه، ممتاز بإذن الله تعالى.
وبيعالج الامساك بطريقة بدكم تكتروا من شرب الليمون. الليمون لما لحنا منقلكم قطعوه بقشره حطوه فوق الموية المغلية اشربوه، حطوه فوق النعناع، حطوه مع النعناع وبقشرته وخلطوه بالخلاط وكمان اشربوه، بيقتل البكتيريا. هي البكتيريا الغير نافعة بالأمعاء عم تخلي الإمساك يصير. مشان هيك إنه لحنا من وين طلعتوا لي أنت؟ مشان هيك لحنا لازم نشرب ليمون كتير مع النعناع أو الليمون ساخن. زنجبيل ممتاز جدا. الكركم، الكركم أنا نزلت بوست شفتوا حطيت لكم إياه بالمنتدى تبع اليوتيوب وبالفيسبوك، وقلت لكم قديش منافعه وقديش بيجنن الكركم. حاولوا بس لمدة أسبوع تشربوه عند الصبح، شوفوا كيف أمعاءكم والجهاز الهضمي رح ينضف بالكركم لوحده فقط لا غير. القراصية أو البرقوق أو الخوخ، نحن بنقله الخوخ، في ناس بيقلوا له بخارة، كل واحد بيقله شكل. هذا ممتاز، وخصوصا الناس اللي مجففينه عنده بالبيت وهاللي ما بيعرف يجففه يقلي، وهاللي لبين ما تقلوا لي روحوا جيبوها جاهزة مجففة، بس أنا بحب إنكم تجففوها بالبيت أفضل. جيبوها حطوا 4-5 من الكراسيا أو البرقوق أو الخوخ وحطوها بقلب الموية وخليها تطلع الموية واشربوها على الريق الصباح، وكلوا كل البرقوق كلها كلوها بإذن الله. خلال 3 أيام للخمس أيام رح ينتهي عندكم الإمساك تماما، بجنن. لا تنسوا الرياضة، الرياضة ورياضة المشي وخصوصا النط. رجعوا للفيديو تبع اللي قلت لكم كيف تنطوا، نطوا نطوا يا طابة، نطوا مثل البوابة. النط بتنطوا من الخمس دقايق لعشر دقايق، إذا أنتوا أولكم بكفيكم 5 دقايق، بتى ما تعودتوا حتصيروا ربع ساعة نص ساعة، أو اطلعوا امشوا. لا تقسوا على حالكم، بتشوفوا حالكم تعبتوا إذا منكم متعودين، وبتردوا بترجعوا بتلعبوا. النط والمشي واو ممتاز، واو بجنن. إن شاء الله في للإمساك، كيف نعالج الإمساك وشو أسباب الإمساك. حاولوا تتغذوا، حاولوا تناموا، حاولوا تسبوا من الهرمونات. يا حياتي أنتو بحبكم كتير، وأي شيء وأي أسئلة كل ما بتتكرر مثل ما اتفقنا أنا رح أنزل عليها أجوبة، وعلى السناب على العموم مشان الكل يستفيد بإذن الله تعالى. بحبكم كتير وباي. أنا وجوزي عم نشوي. لا مو بس أنتوا الاثنين، أنا عم ساعدكم. لا أنا وجوزي عم نشوي، يعني أنا كمان عم بشتغل. يا أنتي شو عم تعملي؟ عم بشوي، شوفوا النار. عم نشوي، شوفوا النار. حقلكم شلون بتسوي. شوف بنحط هذا الأسود، شو بعرف شو هو، بعدين بنحط هذا. هاي زينب، هاي زينب، هاي. ها؟ ايش تبغي يا زينب؟